القطعة بين 2 و 3 و 5. طبعا هذا شكل مثل ما تشوفون، بس افتح له هذا، خل الان نشوف شكله. تمام، افتح لي اياه. اوكي، ده فتحة تعد قرمت بس. هاي شنو؟ شوفوا لي هذا مثل ما تشوفون، وهاي بقية الغراض مالاته، هذا الباودر ماله، هذا سعره 2000، 3 قطع ب5. عوف هذا الشكل، هذا الشكل عندي منه خير من الله مثل ما تشوفون. تمام، عندي اكثر من 2000 قطعه، وعندنا بعد شكل ثاني اللي هو هذا، هذا كذلك. تمام، اي اي مثلج، مثلجه مثلجه. اي شوفوا له هذا 2000، 3 ب5، موجود عندي داخل المحل، وموجود عندي التوصيل اللي يحب يطلب خدمته مثل ما تشوفون. هذا سعر القطعه 2000، 3 ب5، هذا شكله. تمام، باكج مال المكياج كامل. وعندنا هذا العقد ابو العشره، باقي تقريبا 60 50 طلبيه اللي يحب يطلب خدمته. وبالنسبه لهاي الغراض مثل ما تشوفون وصلنا كله وكاله ابو الختم، هذا اللي جاي يبيعونه ب 15 وب 20 منزله ب 5000 دينار. تمام، وهاي الغراض كباركم، هاي الغراض اللي وصلتنا، هذا الفيلم وصلنا، هذا الغسول مال الجسم الجديد وصلنا، لاي الشامبو المكيف الاصلي شرط الوكاله مثل ما تشوفون، هاي الغراض كباركم. وصلنا هذا، تمام، وصلنا هذا بفلس ونص. هذا حمام حجم ماله كيلو، سعر القطعة 3000، 2 ب5. هذا كذلك الأصلي، سعر القطعة 3000، 2 ب5. هاي الخلطة وصلتني، خليكم وياي. شوفوا هاي الغراضة هنا، هاي المعطرات الفرمونية، شوفوا له هذا السبلاشات هم فرمونية الأمريكي، كله على 2000 دينار. وهاي المجموعة مثل ما تشوفون اللي يحب يطلب، هاي المجموعة كلها توصل له بقيمة 19000 دينار. وهذا الشكل الثاني اللي هو النيل الزرقاء، طبعا انا جبت ذني لان ذني اكثر شيء عليهم طلب، هذا اللوكس وهذا النيل الزرقاء مثل ما تشوفون. هاي الغراض قبالكم،